عايزاك ثانية واحدة. بعد إذنك يا أمي، هدهن لها المعجون. يلا. ألف سلامة يا حبيبتي، تحب نروح مستشفى اليوم الواحد؟ عزمي، إيه ده يا عزمي؟ ده ظرف؟ من غير ظرف، أنا عارفة إنه ظرف. أنت صارف على الجيم بتاعك 3 مليون جنيه؟ وإيه المشكلة؟ العيش يا حبيبتي هعوضه. أنا ما بتكلمش على كده، يعني أنت قفشت عليا عشان أنا صرفت على البيوتي سنتر بتاعي 2 وأنت صارف 3؟ تتذكر مثل حظ الأنثيين، ربنا اللي بيقول كده، اكفري بقى يا أشجان. هو أنت صدقت إن إحنا ورثنا بجد ولا إيه؟ وعمال تتصرف في الفلوس على مزاجك، ولا أنا عشان سايباك براحتك؟ إيه ده؟ أنت من إمتى بتتكلمي معايا في فلوس؟ ها؟ أنا عمود البيت، أنا الراجل. عزمي، أنت عارف كويس قوي إن الشغلانة بتاعتنا دي مفيش فرق بين الراجل والست، البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد، وأنت عارف كويس قوي برضه إن أنا بقول أفكار أحسن منك وفيها كرييشن أكتر منك، فمن هنا ورايح، كل واحد يتصرف في فلوسه بطريقته، زي فيفي وعطا كده بالظبط. إيه؟ أنت فكرنيني أنا بالواد أبو رياضة اللي اسمه عطا؟ لا بفيفي. أنت من إمتى بقيتي مادية وجشعة كده يا أشجان؟ طبعا كلهم البنت السماويه اللي اسمها نيفين هي اللي لوثت دماغك. هي لوثت دماغي انا بس ما تبص لنفسك. احترمي نفسك يا اشجان واتكلمي معايا عادل عشان اقسم بالله العظيم. كفايه تقع بقى يا ماما. يا جماعه ايه جو العيال اللي انتوا فيه ده بجد؟ يعني ذنبه ايه الشغل يتعطل عشان شويه تفاهه؟ وبعدين انتوا لازم تتعلموا تفصلوا بين حياتكم الشخصيه وبين الشغل. احنا لسه عندنا حاجات كتير وعايزين نحققها على فكره. والنبي يعني فكك بقى من جو ابراهيم الفقي ده والتنميه البشريه واصنع سعادتك بنفسك عشان انت مش فاهمه حاجه. يا جماعه انا جايبه لكم عمليه جديده. عمليه ايه بس وقرف ايه؟ انا مراتي بتخوني يا نيفين. عشان انت راجل اناني وعايز تاخد كل حاجه في كرشك. دي عمليه سهله قوي بجد. اشجان انت عارفه كويس قوي اني ما عنديش كرش. وانا مستحيل اشتغل مع راجل بيسرق كل تعبي. يا بنتي انت ما تسويش حاجه من غيري. طب والميه الطاهره دي على عينيا يا عزمي ما هنصب معاك تاني. طب والنعمه الشريفه دي انا اللي مش عايز انصب جنبك. انت مش عايزين تعرفوا ايه العمليه؟ طلقني يا عزمي. طب روحي وانت. 12 مليون جنيه. روحي وانت حبيبتي يا اشجان. وانت راجلي وسندي وضهري وبكبوني. ومصارين البطن بتتخانق. يلا يا نيفين قول لنا العملية بسرعة.